بكون بسوي ربيولي. عندي هي 4-5 طماطات راح أقص كذي بشكل كروس كذي وكذي، وراح أحطها بماي مغلي قاعد أسخن ماي. بعدين نشيل عنها الجلد ونوريكم المرحلة اللي عقبها. الحين حطيتها بالماي الحار. بعدها تصير العملية سهلة، إني أقشر الطماط وأضربه بالبلندر. أوكي، هذه المرحلة الأولى. طبعا برد الماي، شوف شلون سهالة بسرعة يطلع هذا الجلد. بعدها حوالي 4 طماطات كذي بضربهم بالبلندر عقب ما شلت عنهم الجلد. بعد ما ان شاء الله نضرب الطماط بالخلاط، عندنا ثوم مهروس بالزيتون قاعد احمره، عقبها بس شوي تغير لون راح احط عليه البصل. كملنا حطينا البصل تحمر بعد. الحين عندي هذا الطماط اللي ضربته بالبلندر من غير قشر راح احطه عليه. هذه المرحلة أطبخ شوي طماط، راح أحط تقريبا نص علبة معجون طماط، بس مو وايد. أوكي، بس مو أكثر، نص. وأحركه معاه. الحين بحط تقريبا كبشتين صغار سكر كبشة كبيرة، وبحط أوريغانو. سكر وأوريغانو. حطيت شوية ملح طبعاً حق السكر، نسوي معادلة بالطعم، وفلفل أسود آخر شيء. فلفل أسود. راح أحط علبة كاملة كريمة الطبخ مالت كيدي. احتمال اخففها ازيدها شويه ماي الاغلي. بالمرحله القبل الاخيره انا الحين خلاص كذي الصلصه خلصت، اطفي النار واخليها زين. قبل التقديم بنص ساعه احط عليها، ارد اشب النار واحط عليها جبن بارميزان. اكون طبعا سلكت الرافيولي اللي امس انا وريتكم اللي شريته. الربيولي طبعا طريقة سلقه مثل سلق السباجيتي المكرونة اي شيء، شوية دهن مع حبيبة ملح بس شوية زيت. اوكي، وهذا ليش سويت الصوص قبل. اوكي، ما بي اخلطه من الحين واسوي الباستا وانقعها بالسخان والقدع عقب ساعة ولا ساعتين، لا. مثل ما قلنا اللي يبي باستا ياكلها صح لازم انه يقدمها فريش. سووا الصوص وتركوا على جنب. اوكي، اخر شيء اولع الحين بطفي النار خلاص واغطي. اخر شيء اولع النار، اكون انا سلقت الباستا، احط الجبن البارميزان. اوكي، وبعدين اشخل الباستا واحطها عليه. سلامتكم. رجعنا حق الصوص، الحين بنحط عليه الجبن البارميزان. ترى انا ما عندي جبن البارميزان، ما له مقدار. ذوقوا ها، خلي ذوق. الصوص صار شوي ثقيل، انا راح ازيده ماي حار. وهذه الباستا اللي سوري الرافيولي اللي سلقناه وخليناه على جنب. راح اضيف شويه ماي حار، شويه مو وايد. كل شيء بالذواقه، شوي بسرعه ساحه جبن. شوف داخل الجبن شوي شوي ابتدي وخليه يطبخ شوية معاه وبعدين أطفي النار.